بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه آية استوقفتني طويلا، فأحببت أن أشارككم ما فكرت به. كثير منا اليوم يحمل هم الرزق. الله تبارك وتعالى قال في آية عظيمة ومؤثرة جدا على من يفقهها ويفهمها ويتدبرها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يمكن أن نسمي هذه الآية آية ضمان الرزق للكائنات الحية على هذه الأرض وفي الكون. أيها الإنسان، لا تيأس من رزق الله ما دام تعهد سبحانه وتعالى أنه سيرزق كل دابة على وجه الأرض. وكأي من دابة، يعني كم من دابة صغيرة وكبيرة. أيها الأحبة، كم مليار نملة يوجد على الكوكب؟ مليارات، مئات المليارات من النمل. أيها الأحبة، مئات المليارات من النمل موجودون على ظهر هذا الكوكب. كل نملة من هذه النملات ضمن الله تبارك وتعالى لها الرزق والحياة والاستمرار والتكاثر. سبحان الله. طيب، كم فراشة يوجد على ظهر الكوكب؟ كم نحلة؟ كائنات لا تعد، لا يمكن إحصاؤها أيها الأحبة. أحد الباحثين قال: سنحتاج إذا أردنا أن نحصي فقط أنواع الكائنات على الأرض، أنواع وليس أعداد، أنواع كم جنس يعني، نحتاج إلى 50 سنة وإلى ميزانية تقدر بمليارات الدولارات لنحصي فقط كل هذه الكائنات، على الرغم من صغرها، على الرغم من يعني لا نراها. كائنات بالنسبة لنا كائنات تافهة جدا، ولكن الله لا يخلق مخلوقا وينساه، ضمن له الرزق. ثم انظروا معي أيها الأحبة إلى طريقة صياغة الآية. لم يقل الله يرزقها وانتهى الأمر، قال وإياكم. لماذا؟ ليقول لك إن كل هذه المخلوقات بالمليارات التي خلقها الله ولم ينسى دابة واحدة، لم ينسى بكتيريا. تصوروا هذه البكتيريا الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر، ضمن الله لها الرزق، هيأ لها أسباب الرزق. البكتيريا لديها أجهزة استشعار أيها الأحبة، لديها محرك يعمل لتتنقل، لديها جهاز لطرح الفضلات، لديها جهاز لاستقبال الضوء، للبناء، للتكاثر والانقسام. مخلوق كامل في خلية واحدة هي البكتيريا أو مجموعة خلايا. تصور أيها الأحبة، هذه الأعداد بالتريليونات من البكتيريا وغيرها، ضمن الله لها الرزق، لم يتركها، لأنها ستنتهي وتنقرض لو تركها. أيترك إنسانا يقول لا إله إلا الله؟ أينسى إنسانا يقول يا رب؟ الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. تأملوا معي، لم يقل هو الغفور الرحيم، هو العزيز الحكيم. يريد أن يقول لك إن الله يسمع دعائك، لا تيأس. السميع في السماء يسمع دعائك، يعلم ما في نفسك، لأنه عليم، يعلم حالك، هو القادر، يقدر حالتك ووضعك بدقة، ويقدر لك الرزق بدقة، لأنه سميع عليم. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، لا تيأسوا من قلة الرزق،
لا تيأسوا من ظروف اقتصادية صعبة، الله تبارك وتعالى من كان معه ووثق به وأيقن بصدق هذه الآية والله لن يخذله الله أبدا، وسيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. إذن احفظوا معي هذه الآية جيدا وتذكروها في المواقف الصعبة، المواقف الاقتصادية الصعبة التي تمر بكم، تذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.